اوكي انا قلت لا للاعلام مصري المصري. لا لا مصري. معاك سي عبد الباقي، وانا نسال، الاعلام المصري عنده مصلحه في التحريف، الاعلام العربي الخليجي تقريبا مشى في التوصيف، الاعلام التونسي قلت لي 50% ولا تقريبا النصف. هنا ارجع لحكايه الاوس والخزرج. تطفي الدنيا كل، معلش بديت لك بالعصا انا عاد كل. ارجع للحكايه هذيك، تطفي الدنيا كل. شنو الهدف؟ ها؟ شنو الهدف؟ انا ما نحبوش بعض. نحبوا بعضنا في الكوره احنا؟ نكذبوا. سي با فري. جمهور الكلوب والترجي يحبوا بعضهم؟ ما نحبوش بعضنا، ما نحبوش بعضنا سي عبد الباقي وقت اللي نبداو في منافسه محليه. احنا عندنا اربعه شوف في منافسه محليه. لا 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 حمد المرزوقي ما نقعدوش نمثلوا. ما نقعدوش نمثلوا. مش صحيح. مش صحيح انه جمهور فريق اكس يحب الفريق جريج يربح في المستوى الافريقي. ماهوش صحيح. ما تاخذليش امثله تقاس وتقولي شاوة ونس بن ميم يحب هي ما سي عبد الباقي هذه راهو مش فوز البنزرتي يحب ليتوال تربح فيه. سي عبد الباقي هذه ماهيش مربوطه بتونس راهو في العالم الكله كايره. ها في العالم الكله. لا 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 الاهلي ما يحبش الزمالك والوداد ما يحبوش الرجاء والبرشلونه ما يحبوش الريال. ما عمري مريت ان جماهير الريال فرحانه تحب جماهير برشلونه تربح. اسمعني انا نحكيه على درجه معينه من الحقد اللي وصلنا لها. انا راه ريفاليتي سبورتيف هذه عاديه. ما نحكيش على ريفاليتي، ما نحكيش على اني حمدي كلوبيست يقول لك انا اعطيني كلوب يربح وما يمنيش في غيري. من حقه حقه يقول لك انا اعطيني جمعيتي تربح والبقيه يا خويا امورهم. اما انك توصل الى حد التحريض، في مصر كان واحد يحرض من الزمالك على الاهلي تو السيسي يقتلوا راسه. واضح انه الحياه اذا كان واحد من الاهلي يحرض على الزمالك ولا العكس؟ بالعكس لا لا العكس بالعكس. هنا المجال مفتوح، ما هو احنا ببركة الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الرأي قاعدين نتصرفوا بالبركة هذه في البلاد هذه، حتى لين نكملوا على ما بلادنا، حتى لين نكملوا نهبطوها في هاوية. أنه كيف إنسان يبدأ مش فاهم ومش واعي بما معنى ديمقراطية وما معنى حرية التعبير ويحسب أنه سايب الشكيمة للبغل، يطيح البغل يرفس خويا. فهمت؟ الور ما تقارنليش تقول لي برشلونه والريال وما نعرف شنو. نو سي با لو ميم. هذا الجانب الاعلامي. نحن نعيش علاقات وحقد وكره فاق في الكره في السبور فاقت كل بلدان العالم، ويلزمها علاج ويلزمها طب ويلزمها نوقف الكره. سي عبد الباقي هنايا نحس سامحني حمدي نستسمحك لانه باش نرجع لك حمدي. لا لا بلغ اي بلغ لا لا للدرجه هذه. لا 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 مش للدرجه هذه، اكثر من الدرجه اللي حكيت عليها. لا سي عبد الباقي ممكن قول انت الكلوب والاسبيرونس والاسفاقس والاتوال والاتوال والاسبيرونس والكلوب، نجم نقول لك ايه كيما اي بلاصه اخرى ولا اي جمعيه في الخارج. ما نحبكش تربح ما تحبنيش نربح في مسابقه افريقيه، هذيك حاجه عاديه ونشوفوا فيها عند الناس الكل. اما باش توصل هوني انا نوافقك في حاجه برك، اما اذا باش توصل للتحريض هوني انا نقول لك راني معاك. اما كوني انا وصلت للحقد والكره والى اخره، انا ما نتماشيش في التماشي هذايا الا في حاله واحده كان فيه يولي تحريف. وانا سمعت نقول لك ولي معاك. لا لا أنا لكن أنا اذا باش يكون تاع مشكل يعني تاع ريفاليتي، كوني أنا ما نحبكش تربح وانت ما تحبنيش نربح باش انت تضحك علي وانا نضحك عليك، انا هوني انا نتماشى. انا سمعت في قنوات تونسيه تحاليل تحاكي التحريض من اجل اصدار عقوبات قاسيه على الترجي. سمعت بوذني مش قالوا لي ولا حكيوا له في قهوه، واحترم الناس كلها. انا قلت لك انا ما نردش عليها من باب احترامي لراي كل انسان، كل واحد حر فيما يحب وفيما يحب يصير وما يصيرش.